سار على مستوى هذه البطولة، تعادل في أول مباراة سلبيا للرديء في هذه الموسم. الموسم الماضي كان حاضر معنا الطائي، كانت الأسماء المحلية على مستوى البطولة. نعم، عودة للخ في اللقطة الماضية، تدوير الكرة، 13 مباراة أقيمت على مستوى أيضا البطولات الخارجية دائما ليث الشبابي، واستطاع أن يسجل واحد من أجمل أهداف المونديال. نادي الشباب في الدور الأول في الكرة الماضية، لكن النتيجة ما زالت سلبية بين الفريقين. شوف التدخل الماضي عبد الرحمن العبيد، الاستلام من جانب مؤيد الشويفي، يلعب الكرة طويلة. 23 هدف، أهداف المسجلة في كل مباراة تقريبا 2.93%. كثيرة على مرمى الليثي الشبابي، لكن برافو، التوقيت السليم للدفاعات وأبعدت الكرة. قراءة جميلة من جانب إلى الآن الجوعي عبد الله، لم يعطي يعني ما لديه في ملعب المباراة، إمكانياته عالية. عبد الله الجوعي خلف الدفاعات، طيري المطيري في لقطة، في كرة، الكرة والإبعاد للخلف، لقطة والإبعاد بشكل موفق من جانب لاعبي نادي الشباب. هي اللاعب مؤيد الشويفي يغادر ملعب كبيلي، أحمد الغامدي، تسديدة أحمد الجميلة، لكن إبعاد من جانب العربية السعودية، واحد من الأندية اللي قدم أسس قبل 76 سنة، نادي اللي قدم ينسى أبدا هدف سعيد العوران التاريخي. فؤاد أنور أيضا من ضمن الأسماء الكبيرة الذي 93 الشباب اللي يعتبر أول نادي في العالم. أحمد الغامدي يلعب الكرة للكويكبي، الكويكبي يعدي لكن إبعاد من جانب الدفاعات الشبابية. مؤيد جمعة الشويفعي، عادة الاتفاق أحمد الغامدي وإبعاد إلى رمية جانبية. إبعاد عبد الله العويشير يبعدها، نواف كبرافو، دفاعات الاتفاق حاضرة وتركيزها عالي. جانب اليامي، برافو يا اليامي، لقطة أبعدها هنا نواف. نادي الاتفاق في اللقطة الماضية، سامي السويد، سامي حسن السويد اللي يعاني من إصابة، وهذا البديل، هذا اللاعب. كرة لآل سعد جميلة لإبعادها من جانب الدفاعات، خلصها في اللقطة الماضية. الكرة الآن منقولة تصل عند ركان القحطاني في اللقطة الماضية في منتصف الملعب لمصلحة الفريق الشبابي. منزال المحاولة والانطلاق، الشويفعي توعى في الجانب الأيسر عند الصبياني، العائد إلى الخلف، الصبياني يحاول المرور في الكرة وإلى خطأ شبابي، مرفوع الراية من المساعد الثاني رايد الحقباني في اللقطة الماضية. الراية الذي هو من سيقوم بتنفيذ الرمية الجانبية لمصفعي الشويفعي، يحاول المرور، لا تزال عند الشويفعي إلى خارج أرضية الملعب. تحدثنا عن لقاءات الحسن، ينطلق كرة ملعوبة إلى السعيد، الكرة مقطوعة من قبل حمود العنزي، حاول في الكرة عند اليامي إلى عسيري، كرة الآن في المنتصف كانت الويران، عبد العزيز الرزقان، صالح الداود، اليامي، اليامي إلى سامي السويد، سامي السويد أمامية منقولة إلى الأمام إلى خطأ لمؤيد الشويفعي لاعب فريق الشباب في اللقطة الماضية. مؤيد الشويفعي وانطلاقة الأمامية ثم الخطأ، قول الكرة الآن محمد اليامي إلى مؤيد الشويفعي، إلى اليامي، إلى العسيري في الجانب الأيسر، العسيري إلى مؤيد الشويفعي، مؤيد الشويفعي أمامية منقولة إلى الأمام تصل اللي هو عمر الشهري. نعم، الوقت المضاف 5 دقائق لأنه
تمت في اللاعب لاعب فريق سيف العمر. دخول سعد الشرفاء، التغيير الأول لفريق الفتح في محمد، أمامية منقولة إلى الأمام، المحاولات لفريق الفتح والكرة مقطوعة لحمود العنيد. أمام الفيحة انتصر 5-0 فريق الفتح. الشباب لعب 5 مباريات، الأولى أمام الوحدة 1-1، والثانية أمام الخليج 3-1 انتصر، والثالثة أمام الفيحة 0-0، والرابعة أمام أبها خسر 2-0، والخامسة أمام المتصدر الرابع. الاتفاق الذي كان يتواجد أولا في الجولتين أو في الجولتين ما قبل الماضيتين الآن يتواجد الاتفاق خامسا في الترتيب ب7 نقاط. لعب الاتفاق مباراة الأولى أمام الخليج خسر 1-0، ثم خسر أمام أبها فتح أيضا ب3 أهداف، ومشعل المطيري لعب أبها ب3 أهداف، وجلال السالريات هذه المباراة النسخة الأولى التي الآن منقولة لمصلحة مشعل السعيد في الدقيقة 60. هل هناك تغيير قادم؟ سنشاهد الآن، هل هو للشباب محمد السبيعي مدرب الشباب؟ هل سيتكرم بعرض التغييرات لأنها كانت دفعة واحدة وتحتاج إلى متابعة نوعا ما. والكرة الآن منقولة 1-0 من الدقيقة 71 عن طريق عبد الله المقرن بتسديدة بارعة. المحاولة الشبابية الآن، وهنا الصافرة الحاضرة من قبل عبد العزيز الشهري حكم الساحة، صافرة حاضرة في اللقطة الماضية. هذه الكرة الماضية وضربة الجزاء لمصلحة فريق الشباب. هذه الكرة الماضية والمحاولة الماضية حتى الفتح. علي سبيدي نفذ الرمية الجانبية، سبيدي خلص الكرة منقولة شبابية وتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب. مؤيد الشويفعي، تسديدة الشويفعي في اللقطة الماضية إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق الفتح. نقل الكرة الآن، الشهري حصل عليها، لاعب فريق الشباب تلعب في المنتصف شبابي. مباراة الفتح والشباب في روشن أمس انتهت 1-1، والآن 1-1، والكرة الآن منقولة لمصلحة مؤيد الشويفعي لمصلحة فريق الفتح. كانت عند مشعل الحمدان، هو اللي لعب الكرة ونقلها. 89 دقيقة، 1-1، خطأ للشباب، خطأ لمصلحة مؤيد الشويفعي. وفي هذه الدقائق وفي هذه الثواني هذه الكرة الماضية للاعبي فريق الشباب في الجانب الأيمن. المحاولة عند الشهري، الشهري نقل الكرة إلى الأمام، أمامية طال مصلحة فريق الشباب. انطلاقة للفتح في الجانب الأيسر مقطوعة من قبل مؤيد الشويفعي. وفي هذه اللحظات أيها السادة المشاهدون الكرام حكم الساحة عبد